السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله يا شباب مع بعض المحاضرة الثانية اللي هي تعتبر الخامسة في سلسلة المحاضرات بتاعتنا. المحاضرة الثانية في الإيروسولز. بالنسبة للإيروسولز كنا اتكلمنا المحاضرة الماضية عن موضوع اللي هو التكوين أو الحاجات الأساسية اللي بتكون منها الإيروسول سيستم، وقلنا إن منها الكونتينر ومنها الأسيمبلي فالف أو الجزء اللي هو اللي في الوسط العبوه دوت المسؤول عن خروج الدوزج فورم بشكل معين. اتكلمنا على ان في مكونين اساسيين كدوزج فورم او كفورميليشن اللي هي البروبيلنت والبرودكت كونسنتريت. طيب، واتكلمنا على البروبيلنت وانواع البروبيلنت وما يميزه كفيبر بريشر او كده، وقلنا ان احنا الفيبر بريشر ده بنحتاج ان احنا نعمل له اوبتمايزيشن عشان نصل لفيبر بريشر معين اكوردنج للفورميليشن اللي انا عايز اوصل لها. طيب، نيجي نتكلم النهارده على حاجه خاصيه مهمه جدا في البروبيلنت اللي هي بقى الميكانيزم اوف اكشويشن، ازاي هو بيعمل خروج للدوزج فورم من خارج من داخل الكونتينر للاوتر انفايرمنت. بنبص هنا يا شباب، ده انا حاطط في العبوه دي مثلا، خلينا نبص كده، ادي البرودكت كونسنتريت والليكويد بروبيلنت، يبقى انا حاطط هنا الدوزج فورم بتاعتي. طيب، الليكويد بروبيلنت ده يا شباب احنا قلنا ان هو بيتعبى under pressure عشان يبقى في الحالة الليكويد، او under cooling ان انا ابرده لتحت البويلنج بوينت بتاعته عشان يبقى في الليكويد ستيت. كلام جميل. دلوقتي انا عبيته وهو دلوقتي موجود ليكويد في الايه، في الكونتينر. هل انا بعبي الكونتينر بملال اخره؟ لا، انا بسيب مساحة، تمام، بسيب جزء من المساحة، متعمد ان اسيب الجزء دوت من المساحة. طيب، الكونتينر دلوقتي اصبح في الروم تمبريتشر، خلاص البريشر اللي كان بيتعبى تحتيه البروبيلنت خلاص ما اصبحش فيه بريشر، بس بقى فيه ايه، في مساحه صغيره يقدر ان البروبيلنت يحصل له ايفابوريشن فيها. فالمساحه دي فعلا اللي هي اللي انا سايبها عمدا في الكونتينر، بيبدا البروبيلنت، لان طبعا انت دلوقتي في الروم تمبريتشر، هيبدا يحصل له ايفابوريشن، بس ايفابوريشن لمده قد ايه؟ لغايه لما يملى الفراغ دوت بس. اول ما يملى الفراغ ده خلاص مفيش ايفابوريشن تاني، لان مفيش فراغ يحصل البارتكلز تتحول من ليكويد ستيت للفيبر ستيت. لو انت فتحت الكونتينر دوت هيفضل يتبخر لغايه لما ينتشر في الجو وما تلاقيش اي بروبيلنت. لكن طالما الفراغ ده محدود بالفراغ اللي انا سايبه في الكونتينر، فهو هيفضل يحصل له ايفابوريشن لغايه لما يصل لمرحله معينه، خلاص الفراغ اتملى بالبارتكلز بتاعه البروبيلنت، مفيش اي مجال ان يحصل ايفابوريشن تاني. فيبدا يحصل ايه، الفيبر اللي موجود دوت بيشكل بريشر على الكونتينرز، الول بتاع الكونتينرز وعلى الليكويد نفسه، عايز يهرب، مفيش اي مجال له انه يتحرك، وممتلئ خالص بالبروبيلنت مولكيولز في الفيبر ستيت. فهيبدا يحصل ايه، اول ما انت بقى تيجي هنا، اول ما انت تيجي هنا تضغط على الاكشويتر دوت، انت بتعمل ايه، بتدي مساحه ريليز للبريشر ده. البريشر بتاع الفيبر اللي كان هنا اللي كان ضاغط على كل مكان، هيبدا اول متنفس ليه او المكان اللي لقى ان الضغط ممكن يجيب نتيجه، فيضغط على الليكويد ده الاسفل، فيخلي الليكويد يطلع في الديب تيوب ويقوم جاي طالع للايه، للاوتر انفايرمنت، تمام. وبعدين انت لو سبت بقى ايدك من الاكشويتر دوت، يبدا ايه، خلاص انت قفلت الايه، المنفذ الوحيد اللي كان بيخرج منه. ايه اللي يحصل؟ هتقول لي طيب ما كده البريشر هيقل، لان الفيبر دوت لقى مساحه اكتر يتمدد فيها، لان جزء من السائل خرج بره الكونتينر. هقول لك تمام، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيبدا البروبيلنت اللي هو الليكويد اللي موجود، جزء منه يحصل له ايفابوريشن تاني عشان يملى الفراغ اللي زاد دوت، يبدا يحصل له ايفابوريشن لغايه لما يملى الفراغ، ويبدا يحصل نوع من الايه، من الايكوليبريم تاني، ويرجع لنفس البريشر اللي كان عليه في الاول. ويبقى كده لما اجي اضغط الضغطه التانيه هيطلع لي برده ليكويد تاني بنفس الطريقه. يفضل الموضوع ده يتكرر لغايه لما كل البروبيلنت خلاص يعني يخلص، او الكميه اللي باقيه من البروبيلنت الليكويد لما حصل لها ايفابوريشن بتديني، بتملى الفراغ اللي موجود، لكن خلاص اصبحت الكميه ايه، غير كافيه انها تملى الفراغ ده كله، وبالتالي يبدا البريشر يقل جرادولي لغايه لما يخلص البروبيلنت خالص، وبالتالي ما يطلعش اي، خلاص الفيبر بريشر جوه الكونتينر قل، اللي هو كان القوه الضاغطه، واصبح كده ما فيش قوه تضغط لي، حتى لو اتبقى شويه في العلبه ما بيطلعوش، لان ايه، خلاص مفيش فيبر بريشر يضغطهم ويطلعهم عن طريق الديب تيوب ديت ويطلع خارج الايه، العبوه. يبقى ده الميكانيزم اللي بيحصل بيه عمليه الايه،
الريليز للدوزج فورم بره. يبقى هي عباره عن ايكوليبريم ما بين البروبيلانت في الليكويد ستيت وفي الفيبر ستيت، وان الايكوليبريم دوت بيخلي ان في بريشر موجود يضغط على السائل يطلعه من الديب تيوب. ده شرح للكلام اللي احنا قلناه بقى بالتفصيل، اقروه كده هتلاقي كل الخطوات اللي انا ايه شرحتها لسه شارحها من شويه. طيب قلنا البريشر في الايروسول سيستم از كريتيكال، ليه؟ لان هو لازم ان انا البريشر ده يبقى موجود هو الخاص بخروج الدوزج فورم، وان انا بقدر اتحكم في البريشر ده بالتايب والاماونت اوف بروبيلنت، نوع البروبيلنت. طبعا النوع بيفرق لان كل بروبيلنت له فيبر بريشر معين، والاماونت لان لو انا استخدمت 100% من البروبيلنت الفلاني هيديني بريشر معين، لو استخدمت كومبوزيشن هقدر ان انا اتحكم في الفيبر بريشر ده لغايه لما اوصل للفيبر بريشر المطلوب. النيتشر والاماونت اوف برودكت كونسنتريت، طبعا البرودكت بتاعي له اهميه طبعا انا اللي انا حاطه جوه الايه الكونتينر. طيب احيانا الاكتف انجريدينت اللي هو بيستخدم في النيزل او اورال سبراي ده بحطه في هيئه ايه فاين ايروسول ميست، وده ممكن يصل لللنج او ريسبيراتوري تراكت، وده انا مش حاجه مش مطلوبه بالنسبه لي فبيؤدي للاريتيشن. ففي الحاله ديت لازم ان انا اتحكم في الفيبر بريشر زي ما انا قلت ان هو ما بيبقاش يعني انكريزد انف ان هو يوصل لي للديب في الريسبيراتوري سيستم ويصل الى اللنج، لا انا عايزه يشتغل في النيزل او الثروت اريا بس. تمام. السبراي سبيس سبراي اللي هي بقى بتستخدم للغرف او للمساحات وكده، ده انا بحط كميه بروبيلنت عاليه جدا، ممكن احط البروبيلنت اللي عنده اعلى فيبر بريشر. ليه؟ لان انا هنا لما بضغط انا عايز ان هي تو سبريد لاكتر مكان ممكن، عايز البريشر يبقى عالي في الحاله ديت. فيبقى اذا حسب الاستخدام وحسب التارجت بتاعي بقدر ان انا اغير في الفورميليشن. الايروسول سيستم يا شباب له ثلاث اشكال. ممكن خلينا نبدا بالشكل دوت اللي هو ابسط شكل اللي هو كومبريست جاس سيستم. عباره عن ايه هنا؟ عباره عن انا حاطط البرودكت بتاعي الليكويد وفي كومبريست جاز انا حاطه. الكومبريست جاز ده هو بيضغط على الليكويد ده يطلعه بره، وزي ما احنا قلنا طالما البروبيلنت بتاعي في الحاله دي هو الجاز مش ليكوفايد اصلا، هو بيفضل يضغط لغايه لما طبعا مع خروج الليكويد بيقل البريشر اوفر تايم لغايه لما يخلص الايه الكومبريست جاز خالص. الحاله الثانيه اللي هيبقى عندي تو فيس سيستم اللي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن البروبيلنت ودايب، البروبيلنت هنا في الحاله دي بيبقى ليكويد ودايب جواه البرودكت كونسنتريت، وقلنا ان البروبيلنت ده جزء منه بيتبخر بيبقى موجود كفيبر بريشر هنا في الفراغ اللي انا سايبه في الكونتينر، والفيبر بريشر ده هو بيبقى القوه الضاغطه اللي بتضغط لي على البروبيلنت والكونسنتريت عشان تطلعهم من الديب تيوب للاوتر انفايرمنت. ده بسميه تو فيس سيستم. ليه؟ لان انا عندي هنا البروبيلنت بيبقى في فيبر ستيت وفي بروبيلنت هنا في الليكويد ستيت. ده قلنا وان فيس سيستم او كومبريست جاز سيستم لان هو البروبيلنت في حاله واحده فقط اللي هي كومبريست جاز. لكن هنا انا عندي كذا حاله بقى. هنا في 3 فيزز، عندي البرودكت وعندي البروبيلنت وعندي الفيبر بتاع البروبيلنت، يعني البروبيلنت موجود في الفيبر ستيت وعندي البروبيلنت موجود في الليكويد ستيت هنا، والاثنين دول في بينهم من بعض ايكوليبريم، وعندي البرودكت منفصل او مش دايب بقى جوه الايه؟ جوه البروبيلنت. فدي بتحصل امتى؟ بتحصل لما يكون مثلا البروبيلنت ده حاجه لايبوفيليك وعندي البرودكت كونسنتريت حاجه هيدروفيليك او اكوا سوليوشن، طبعا هما ما بيختلطوش ببعض. وفي الحاله ديت ينصح ان انت دايما لما تستخدم الفيزز ديت بتعمل شيكنج كويس عشان يحصل ديسبيرشن للبرودكت كونسنتريت ده جوه البروبيلنت، ولما تضغط يطلع لك الدوزج فورم يونيفورم زي فكره السسبنشن يا شباب. السسبنشن انت مش تعمل شيك بيفور يوز عشان تعمل ريديسبيرشن والبارتكلز السيدمنت تحت دي ترجع تتوزع في ديسبيرشن ميديم بشكل هوموجينس او متساوي، وبالتالي تاخد الدوز بتاعتك مظبوطه لان انا عندي تو فيز اتنين مش بيختلطوا ببعض. نفس الكلام هنا، انا عندي البروبيلنت تبقى حاجه لايبوفيليك والبرودكت تبقى حاجه اكويس، وطبعا ببقى حاطط حاجه زي ديسبيرسنج ايجنت او حاجه مثلا زي مالتيفاينج ايجنت او سيرفاكتنت عشان تساعد ان انت لما بتعمل شيكنج انهم يتوزعوا ويختلطوا مع بعض يكون لي ايمالشن فور اكزامبل او سسبنشن، وبالتالي اما اجي اضغط بقى يطلع لي الدوزج فورم مظبوطه او هيموجينس. ما بقاش انا بضغط يطلع لي برودكت كونسنتريت بدون بروبيلنت، ان كده مش هيطلع بشكل مظبوط، هيبدا يسيل كده على الايه على الازازه. فلازم ان انا اعمل شيك كويس جدا في الحاله دي.
طيب نيجي نتكلم على الكونتينر. اهم ميزه في الكونتينر بالنسبه لي ان هو يتحمل البريشر، لان انا طبعا ببقى حاطط بريشر عالي من 140 ل 180 بي اس اي جي اللي هي باوند بير سكوير انش جوج، فلازم ان انا اتحمل البريشر دوت او الكونتينر تتحمل البريشر ده عشان ما يبقاش ايه اثر على سلامتها مع الوقت او يحصل لها رابشر في وقت التعبئه. الكونتينر ده ممكن يبقى جلاس بلاستيك اور ميتال او كومباينيشن من الماتيريالز ديت. تمام. طيب في حاله الجلاس كونتينر تبقى شكلها كويس وممكن ان هي تتشكل، بس في مشكله كبيره جدا ان هي ممكن تتكسر خلاص، ولو اتكسرت ممكن تاثر على البيشنت، سواء اتكسرت من الاستعمال او اتكسرت حتى وقت التعبئه. فلازم ان انا اتاكد ان البريشر اللي انا بستخدمه يبقى مناسب للجلاس، وممكن في البلاستيك ان انا اعمل كوت للجلاس، يعني الجلاس كونتينر دي داخليا احط لها كوت من البلاستيك، طبقه من البلاستيك. ليه بقى؟ عشان لما يتكسر الازاز ما يتنطرش، يبقى ايه، يتكسر يتشرخ بس يبقى في مكانه، فبالتالي ما ياثرش على البيشنت في حاجه او الرذاذ بتاع الازاز ده يتطاير او يحصل ايه اي مشكله. ممكن يبقى البلاستيك ده برضو استخدمه في حاله الايه الميتال كونتينر. لو انا عندي الكونتينر بتاعي ميتال، ممكن يبقى مثلا الومنيوم او ممكن يبقى مثلا تين اللي هو من ماده الصفيح. ممكن الميتال ده يتفاعل مع الدوزج فورم، فلو اديته طبقه داخليه من البلاستيك يبقى برضو يعتبر عازل ما بين الدوزج فورم وما بين الكونتينر اللي هو الميتاليك كونتينر. او ممكن انا استخدم الكونتينر كله على بعضه يبقى من البلاستيك. تمام. وممكن يبقى زي ما احنا قلنا ان ممكن يبقى ميتال زي الستانلس ستيل، الالومنيوم، التين بليتد ستيل. طيب في سؤال مهم هنا، ليه الكونتينر بيبقى دايما محدب من الاسفل؟ يعني ليه ما يبقاش فلات؟ طبعا دي حاجه مهمه جدا بيولوجيك تقدر انت تجاوب عليها. اول حاجه تخيل انت الكونتينر ده احنا قلنا بيتعرض لبريشر في وقت التعبئه او بريشر ايفن يعني في خلال الاستعمال بيبقى هو اندر بريشر. طيب لو انا عندي حاجه اندر بريشر وهي فلات، سهل جدا ان انا اضغط عليها اخليها ايه تضغط للناحيه العكس. تمام. فاذا ممكن تلاقي مع الوقت يبدا ايه يحصل، يعني لو هو فلات وفي ضغط عليه من الجهه ديت هيبدا ان هو ايه يحصل له تاني، وممكن يحصل له بيرسينج او يتخرم لو الماده اللي تحت دي ايه ضعيفه او ساعه التعبئه ممكن يحصل له كده. لكن تخيل لو هو بقى بالشكل ده وانت بتضغط عليه، يعني عشان تجيبه الناحيه الثانيه هيبقى صعب جدا، هيبقى فيري ريزيستنت ان انت تبقى الحاجه متنيه بالشكل ده وانت تحاول تفردها الناحيه الثانيه. تمام. يبقى ده اول سبب. تاني سبب ان لما يكون هو البوتوم يعني بالشكل دوت واخد الكونكيف من بره او ان هو كونفكس من جوه بالشكل دوت، السوليوشن الجزء اللي فاضل في السوليوشن هيتكون في الحته دي او يكون في الحته ديت، وبالتالي الديب تيوب اللي هي بتبقى نازله مايله تقدر انها تستهلك كل الايه كل السوليوشن اللي موجود جوه. يعني حتى انت مثلا البرفيوم لما انت تيجي تستعمله ايه اللي بيحصل لما يبقى فضل شويه صغيره، انت بتميل الازازه في الاتجاه الايه اللي موجود فيه الديب تيوب. لو الديب تيوب جايه مثلا ناحيه الشمال مثلا وكده، بتميل الازازه ناحيه الشمال وترش عشان تستهلك كل الايه الليكويد اللي موجود جوه. طيب نتكلم على الكومبوزيشن الثالث معانا في الكونتينر او في الايروسول سيستم اللي هو الفالف. وقلنا الفالف دي هي عباره عن كل جزء اللي في النص اللي هو بيريجوليت، او لما بضغط على الاكشويتور فوق بعمل ريليز للايه للدراج عن طريقه بيمر، بفتح الفالف او بفتح الصمام اللي هو بيبقى قافل لي السيستم دوت. تمام. طيب الفالف قلنا ان هي لازم تبقى انرت، يعني ماده ما تتفاعلش مع اي فورميليشن، ممكن تبقى بلاستيك رابر الومنيوم ستانلس ستيل او وات ايفر. في تو تايبس اوف فالف، كونتينوس سبراي فالف وميترد دوز فالف. طبعا الكونتينوس سبراي كل ما اضغط على الاكشويتور يفضل ستريم طالع من الايه دوزج فورم ما بيقفش الا لو انا شلت ايديا، لكن الميتر دوز انا ضغطت ضغطه، يعني حتى لو انا فضلت ضغط هي الدوز طلعت وخلاص وقفلت. تمام. طيب ده طبعا يعني كلام اقروه بس كقراءه ان انت تفهم مكونات الفالف بشكل ايه دقيق شويه. هنا ده الاكشويتور وده الاوريفيس الفاتحه، ده الستيم اللي هو العنق بتاع الايه بتاع الفالف، ده يعتبر الجاسكت اللي هي تعتبر الكونكشن ما بين الفالف وبين الكونتينر. في هنا السبرينج اللي هو يعتبر ايه لما انا بضغط لازم اما اشيل ايدي لازم يرجع يقفل تاني، فلازم يبقى في سبرينج او زي اللي هو
اللي هي السوسته ديت اللي ايه تنطره او ترجع الفالف لمكانه فيقفل الايه الفتحه اللي خرج منها الدراج بتاعي. وطبعا هنا اخر حاجه معانا الديب تيوب اللي هي بتبقى نازله جوه السوليوشن بتاعي او جوه البرودكت بتاعي، ودي اللي بتخرج الايه الدوزج فورم لبره. الاكشويتور قلنا اللي هي بتبقى الايه الزر اللي انا بضغط عليه من فوق عشان اعمل ريليز او افتح الفالف واطلع الدوزج فورم. وقلنا ان هو بيبقى طبعا له اشكال كتيره مختلفه والفتحات بتاعته بتختلف، وكل ما تكون الفتحه شكلها مختلف كل ده ما ياثر على الدوزج فورم بيخرج شكلها عامل ازاي. فتعالوا نشوف هنا مثلا ادي ديفرنت اكشويتورز موجوده. الاكشويتور بتاعت النيزل مثلا شوف هي مصممه بحيث انها تبقى ايه تلائم فتحه الانف خلاص، غير مثلا الحاجه الدنتال بتبقى يعني محد يعني فيها تحديبه كده شويه من الامام خلاص او شارب شويه من الامام عشان تصل للكافيتيز اللي موجوده في الايه في الاسنان، غير الحاجات الفوم الحاجات الفارنجيال الانهاليشن لان ده بيتحط في الماوس فشوفوا الفتحه بتاعته قد ايه عشان تو ديليفر يعني اكبر كميه اكتر للماوس. هنا برضو الحاجات النيزل تاني شكلها، الحاجات الليكويد فوم او اللي هي بتطلع مثلا زي الشيفنج فوم او وات ايفر شوفوا شكلها بيبقى عامل ازاي. اذا كل واحده كل فتحه او كل ديزاين بيختلف على حسب استخدامه انا عايزه يستخدم ازاي. ده كده نهايه المحاضره الثانيه في جزء الايروسول سيستم. اتمنى برضو تكونوا فهمتوا واستوعبتوا الشرح فيها. اتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير في المحاضره الاخيره في جزء الايروسول، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.